كريم مراسلنا في القاهرة، إذن هناك انطباع جيد وممتاز في الخرطوم عن زيارة الرئيس المصري وهذا الدعم اللامحدود للسودانيين بالمرحلة الانتقالية، وأيضا التأكيد على روح جديدة وآلية جديدة لمعالجة الملف الإشكالي الرئيسي ملف سد النهضة. هنا في القاهرة يمكن أن نقول أن الرؤية مشتركة أيضا مع الجانب السوداني في عدد من النقاط الرئيسية. الرئيس المصري بعث بعدد من الرسائل في خلال زيارته القصيرة جدا التي بدأت صباح اليوم وانتهت قبل دقائق من الآن، وهو الآن في طريق عودته إلى القاهرة مرة أخرى ليمارس مهام عمله من القاهرة. وبالتالي في زيارته مع المسؤولين الكبار في السودان، سواء مع رئيس المجلس الانتقالي أو حتى مع رئيس الوزراء السوداني وأيضا نائب رئيس المجلس الانتقالي، يمكن أن نقول أن هذه الزيارات إجمالا لخصت عدد من الرسائل على المستوى السياسي بين مصر والسودان خلال الفترة المقبلة في ملف سد النهضة، وفيما يتعلق بإمكانية تواصل المفاوضات خلال الفترة المقبلة برعاية دولية كما تحدث عنها زميلي محي الدين، وبالإضافة أيضا إلى ملفات اقتصادية تتعلق بملف الربط الكهربائي وأيضا ملف مشروع السكك الحديدية. وهذه الملفات لها عامل اقتصادي مهم جدا بالنسبة لمصر، خصوصا أن هناك حركة تجارية ما بين مصر والسودان خلال السنوات الماضية في عدد من المشروعات الاقتصادية الكبرى في هذه الملفات. على الناحية الأخرى أيضا، مصر والرئيس المصري كان له عدد من الرسائل المتعلقة بأنه ثمن الجهود التي تقوم بها أو يقوم بها المجلس الرئاسي الانتقالي في السودان خلال هذه الفترة، وأنه ثمن أيضا على ملف المصالحة الذي قام به السودان خلال الفترات الماضية. وبالتالي مصر تؤكد وتثمن على الدور المصري مع السودان خلال الفترات المقبلة، والرئيس المصري سيعمل جاهدا خلال هذه الأثناء على تكثيف وتوحيد الرؤى في عدد من الملفات.